الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك نرجع. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وعليك خاصمنا وإليك النشور. إخوان الكرام، رمضان سلام من الله تبارك وتعالى، كن الله يلو أمين. كلماتك وينظم ويندران إن شاء الله تبارك وتعالى عيانتا ختامك إيقابا قبدا هي أروسك الله سمايندران بإذن الله عز وجل عرسي ربانية ذاتك قوليستي كتاب إله سبحانه وتعالى كالمة وكقلي، لكن وحان إذا حسسنا هالحديث عنكسو قبا قبينا إن شاء الله تبارك وتعالى هذا القيب قنا بالله بكرة دميني قرآن كريم كأه الدون كم ومنزل سرى من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن الدنيا آخرة قرآن إلهي بألوغة سبحانه وتعالى نبي أن عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة هو إمام أبو داود في سنن البخاري نبي أن حولي عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل وارقى كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قفك صاحب قرآنك وقرآنك حنباسا كون رقمه ما ننت قيامه أدونك ولا كلا سرية آخر آية كلا سرية تآدئ بذنت والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. مركة وحالته جنة هلك أسكرت كدقيسة، لكن واحد قاريسة قرآنك يا داخل جرتي سيدا داخل جرتي مركات آيات آخر سبع جرجرت فوليسا إلى قرآن كاتك ختمته ماشي قرآن كوكو قبل قبل آيات وحاوية دقيسا يا لوده إخواني الكرام مركة قرآن كاس إلهي أن كنت ذلنا ما موسك يقيمها لو يلين إلهي ونقع أجر سنة إن شاء الله تبارك وتعالى ولكن هو شانو يستاقي إيا دولة كاونتي قنا إيا إنت حضور كورنا نأد بدو ما سنتين الدنيا آخر لمن الله نسيه مطر خير قبل الله نسيه أمين ولا لمن الله نسيه أمين قرآن كان أن حفظنا قوة معاني سبرته كورا الله كان كورا نشاك الله نقديه أو كان نشاك الله نقديه جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.